الويني انا يقبرني ولعاني ولعاني فوزي. الو 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 بيروت من فضلك يا عيني. مشتاق لك انا حياتي يا خواصريتو، انا يا حياتي مشتاق لك. كيفك يا حياتي؟ ليه هتقبر قلبي اشتقت لك؟ ليكي هيدا وجهك ولا ضو القمر عن جد؟ بس في ديلاي بالصوت او شيء من هالنوع؟ في شو؟ ديلاي، في تأخير. انت جربي خلي لسانك يسبق عقلاتك، مش ما تعملوا مع بعض سنكرو، ما تعملوا سنكرو. اذا سبق يعني بيزبط الصوت؟ ايه، لانه هون الفورجي عنا بالزيمبابوي احسن من الفورجي عندكم بلبنان، بعتقد اسرع شوي نكزي. طب يقبرني موديلك والوانك اشتقت لك. اهلا حياتي مشتاق لك انا، يا ريت كنت معي عن جد. شو صليت؟ شو انبسطت من امبارح لليوم؟ شو؟ انبسطت؟ ايه لا انه تسليت يعني، انه يعني الاجواء حلوه وهيك. فوزي نسوان؟ لا لا حياتي، وين نسوان؟ بتحكيلي من نسوان هون يا حياتي؟ ما ليك مش اللي عندك على زيمبابوي بفسخ اثنينها اصلا حياتي. ما بعرفهمش عن بعضهم يعني، ما بعرفهم عن بعضهم للنسوان، كلهم بيشبهوا بعضهم يعني من السنان بس بقدر افرقهم. طيب طب خبرنا يلا كيف وصلت وش عملت؟ ايه وصلنا امبارح واستقبلتنا الجالية اللبنانية كلها سوا، اجت على المطار واخدونا مثل كونفوا هيك يعني، مثل اثنين موبيلات وبسكلتات وتسلينا. صاروا رشوا علينا رز، لا رز بياكلون هون، رشوا علينا بحص وهيك شي حجارة صغيرة بس لذيذين كتير. تقبرنا. وصلنا على حاجز دركي، قال لي شو الاسم البركي؟ قلت له انا فوزي بولوزي من لبنان، فنان كبير. ياه لو بتشوف شو انبسط لما ضلوا ساعة يتذكرني وما كان يعرف مين. حملك وهيك؟ قال لي غني لي شوي شوي وخد عيني. ما لحقت غنيت له اول موال، قال له انخذوه على الحبس، حطوني بالنظارة، قال هيدا بنشز كتير مش لازم يغني، قعدوني شوي بالنظارة. كان في هونيك شاب هيك اسوداني طويل عريض قد الباب، حبني كتير انا وياه لوحدنا بزنزاني قاعدين تات اتات. ايه؟ وتسلينا كتير. ايه صار يغنجني، قال لي ايه طبوش غنجني. طبوش لشو؟ شو اسمه؟ لولو. لولو؟ ايه صار يغني هيدي بين الصفصافي والمي، طبوش قاعد مع لولو، طبوش قاعد مع لولو، صار يلعبني بالمي، وشي تاني مش رح اقوله، شي تاني مش رح اقوله. يقبرني موديلك والوانك بالاخر. شو لعبك؟ لا ما في لك حياتي، معلش بركي نحن على الهواء هلا طالعين. بالاخر زت لي الصابوني، قال لي لم الصابوني شو من النوع، صرنا اصحاب كتير يعني. بالاخر حبلت منه. لا انه حبلت الله يوفقك حياتي، روقي شوي، حبلت من حركاته يعني، راسي حبل منه، قلت له خلص قطشت له اياها وجبتها معي. ايه يقبرني وضهلك والوينك عطلتان. ايه حياتي رح خبرك عن الحفله شوي شو صار معي امبارح. ايه الله. ايه اجوا يعني مش كتار، شي 20 نفر، انا ما عرفتهم، كان في عتمه كتير وهن كلهم سود بسود يعني من اسنانهم عرفتهم، عديت 20 وجبه. الجاليه اللبنانيه قطعتني القطعه العجيبه، مدري شو كان في على التلفزيون، ما اجوا يقطع عمره القطع. ايه وصرت غني لهم مواويل عشي 5 دقائق وشحطوني، ومبارح ما عاشونا اصلا بالاوتيل، ما كان في اكل بالمنطقه كلها مقطوعه، اليوم روقونا لحم سعدين كثير طيبين، بكره بجيب لك معي روسات وبتعملي لي اياها كثير. ليك الحكي مش مثل الشوفي عن جد، ما تقولي هيدا. بالاخر بتعرفي شو لما كنت عم بغني لهم هيدا دنا بالكلب، عارفه الاغنيه تبعيتي دنا بالكلب؟ ايه اغنيتك هيدي بحبها كثير انا. ايه رئيس الجمهوريه الزيمبابوي ربحني هيدي الجايزه، هيدي هي ليك هي مثل وسام تقدير على شكل عظمي. ولا شو عظمي؟ لا 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 هيدا وسام الكلاب اسمه، بدي اعلقها هلا مثل نيشان على صدري. يقبرني موديلك ونيشاناتك انا. ايه حياتي انت. يقبرني موديلك والوانك يا فوزي. فشتي 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 فشتي. انا بحب مين؟ انا بحب مين؟ الله يلعن موديلك والوانك. لا خليني اشرح لك شغلي. لا حياتي هي مين الرئيس اللي حدك؟ هيدي الهاوس كيبينج، هيدي بتنظف بتشتغل بالقول. ايه هاوس كيبينج؟ ايه بتقول انت مين دي؟ لا لا دي خطيبة. انت مين؟ انت مين؟ بس ليه ما اقرا بعد نصت؟ انت قوم اللي قبل عنه، قوم اللي قبل عنه. ليه بتشخط كده؟ ليه بتشخط كده؟ ليه حياتي روقي اعصابك؟ انت مين؟ انت مين؟ قولي انت مين؟ انت ما خصك، قوم اللي قبل عن حده. وليه فوزي اذا ما فسختك اثنين، واذا ما شقفتك شقف انا بفرجيك. بتكلمك كده ليه؟ ليه ليه بتكلمك كده ليه؟ كيف بدنا نرجع هلا على لبنان؟ تفضلتي انا بدي شو عامل فيك؟ نعم رح اضبش الخط بوجهك يا طار. ايه بوشي بوشي. مين دي؟ ما تقولي مين دي؟ ما خلاص يا اختي انت.